السلام عليكم. تداول ناشط مؤخرا فيديو مؤسف لي ولولاية وهران، وهو يهين مواطن بسيط كان يسترزق من بيع البيض وبعض المأكولات بطريقة غير شرعية، إن قام الوالي بطرده بطريقة مهينة جدا. وتفاعل الجزائريون مع الفيديو المتداول وطلبوا السلطات العليا بالتدخل ووضع حد لهذا الوالي. صحيح أن المواطن مخطئ ببيعه المأكولات عشوائيا وتعريض صحة المواطنين للخطر، ولكن كان على الوالي التكلم بأدب وتوفير على الأقل محلات لهؤلاء الباعة العشوائيين. تابع الفيديو للأخير. أزقش كمشي تروحي، أزقش كمشي، أزقش كمشي، أي غدوة تبعت لي واحد يفيريفي تلقى حاجة هنا خبرني سيد الرئيس، حاجة ما تقاد، حاجة ما تقاد اليوم، اليوم قبل الربعة ولا بركة تقاد هنا.